شفتوا اول حلقه مسدي مثل واحد سوايب اب سوايب اب اللي بغيت تفرجوا اول حلقه شنو كتسنى سوايب اب كما ديما في اي فيديو باش كنلوحوا في يوتيوب كنخلي لكم هنا تكتبوا لي الحاجه اللي عجبتكم في الفيديو والحاجه اللي ما عجبتكمش في الفيديو في اطار تطوير المحتوى ريدا فاميلي. شوف دابا جيت نقول لكم سوايب اب سوايب اب لاش للفيديو ديالي اللي شاركت به في اول تحدي في سديم ولا النيو كونسيبت اللي غيبدا في لاشين ديالي. دونك سوايب اب باش تشوفوا الكونسيبت كيداير واش يعجبكم اولا. يلا سوايب اب سوايب اب. اوكي ثالث حاجه دابا شنو هي؟ هي انكم خاصكم تهجموا بالبارطاج. طاقيوني في ستوريات صيفطوا للفاميليا ديالكم في واتساب انستغرام فيسبوك تويتر صيفطوا لصحابكم الفيديو يتفرقع بالبارطاج. اوكي بارطاجيو الفيديو او ماكسيموم مح الريدة فاميليا. هاي This is like the calmest reaction ever يعني واحد. اوكي دابا قلت لكم الفيديو تلاح دونك سوايب اب للناس اللي باقي ما داروش سوايب اب. ودابا الراس ديالي شنو كيقول لي؟ راه هذا النهار ما خصوش يكون كالم, خصني ندير شي مقلب ولا تحدي لشي واحد. اش بان لكم؟ اهلا يلا الا لقيت اكثر من لا دابا نمر لكم وجهكم المغاربه قسما بالله. انا شي هادشي اللي نقدر نوعدو بيه عادل وانا غنبينو المغرب كاحسن وجه في العالم العربي. هادشي نقدر نوعدكم به. ولكن عمران راه كيفهم المغربي هذا ما فهمنيش. عمران غني ديك الاغنيه ديال الاعراس, الاغنيه اللي غنوها المغاربه في الاعراس. صلاه وسلام على رسول الله. واو 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 بلاتي 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 انت كميه الرسائل اللي في الدايركت ما يمكن. انا دابا شوف والله حتى كنت مقلق فرحتوني قسما بالله تفرحتوني والله شغل حب. هانتوما شوفوا دابا واش غيفهمني. عمران فين هاني بخير لاباس عليك؟ كي جاك الفيديو ديالي؟ شنو؟ كي جاك الفيديو ديالي؟ كي جاك الفيديو ديالي؟ فيديو؟ اه شبيه؟ خوتي خوتي انا دابا تحنسرت ديال بصح ديال بصح. اه خوتي انا دابا تحسرت لا تحنسرت تحنسرت دابا معايا طيب شوفوا وجه الدنجر زون ها ما تدري صوت اغنيه والله بس بنوريك واش البيت بوكس بعدا الاغنيه. يلا قول البيت بوكس 3 2 1 جو. ولا 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 جودي تدري كم رسائل جاتني عشان اعرفك في الدنجر زون؟ والله كثير يقول لي ما بدنا السعوديه يطلع عشان تدونس علي يا كلبه تسوي لي مقالب والله. شو دابا حنا ما بغيناش يطلع في المسابقه ولكن هشام شنو هو؟ اللي يروح اللي بيسيقو دايروح. شوف والله بغيتك تخرج. شوف ديروا سوايب باب وصوتوا على جودي والله سوايب باب وصوتوا على جودي. يلا والله والله بغيتو يخرج بالله. بغيت نقول لكم صباح الخير ولا مساء الخير والله ما عرفت. دابا الساعه الوحده ما عرفتش واش صباح الخير ولا مساء الخير. المهم صباح مساء الخير صباح مساء الخير توش الحامض. انا حامض والله الا بديت كنكتشفت الاواني الاخيره انني الصراحه حامض والبوليس ورايا ندير السلطه. ترى نخاف من هشام. ترى بوليس ريبورتد اهيد. غادي يدوز شي واحد. بغيتو توسع الطريق نمشي كاع لهيها. انا غادي معاك اخباركم. بغيت نهضر ونقول هادشي اللي شفت دابا قدامي ولكن لا هضرت. غادي نتسمى انني من الاحسن نسكت. الاحسن هادشي اللي شفت دابا ندير راسي ما شفت والو ونسكت من الاحسن والله. حتى الا هضرت غادي يجيب العيد فنسكت. واش دابا انا طاكسي امرك نوصل فيكم؟ نصب راسك مالي شكون مرضي شكون مرضي دابا؟ ماشي هادشي ما كاينش الرضا. لا ما فيه الرضا ما فيهش الرضا. واش انا سيري خذي طاكسي ولا زيد الطوموبيل وسيري واخا غادي نجيك بلاتي. هادشي عرفناه حتى الاباء.
لا الاباء لا غير الام حلال عليهم حرام عليهم تكوني متحايده امك ثم امك ثم امك شوف عاد باش ثم حيت عرفوا ابوك ما منوش هاي حيت امك هي اللي كاينه هادشي راه غنحطو فين ويلي طفي ما كاينش طفي اسمع عبد العاط لا لا شوف ابوك ثم ابوك ثم ابوك واليوم جيت مع نحتفل بالهابي فالنتاينز داي مع الحب ديالي هاي في العين بس ندور مامو صبا لاباس عليك هانيه كلشي وهداك الحمد لله راجا كانت كتخرجك بحال هكا كتعيط كتقول لك يلاه نخرجوا ما كانتش كتخرجك جلسي ما تخرجني الله يرضي عليها والله العظيم يعني هي كتخرج اكثر مني والله اكثر مني كتحلبي شو انت بغيتي الحياه ديما بغاتش يا على نيفو كبرنا بيك قلنا نحتفلوا ما نحتفلوش مع الصديقه ديالي نحتفلوا معاك انت اللي كيسولني مال شعرك بحال هكا ولا لا ماشي ما ماشطوش خاصو الكيراتين اي ما ساليتش باش نمشي ندير الكيراتين في الصالون عندي الزير ماشي باللبس ماشي باللبس باش جابت الشيء اللي كنقول انا دابا يعني عندك كيراتين والله عرفتي تخيلوا باقي ما ساليتش باش نمشي ندير الكيراتين المهم هذا هو شعري الحقيقي كيرلي انا شعري كيرلي بحال هكا anyway دابا ندوز نلبي الحاجات ديالكم هاي غبرت عليكم هاد اليومين والله كنت مريضه بزاف و راه تبان لكم الحاله ما هي حاله بغيت نقول لكم راه ما جانيش الكادو قصه حزينه واش الكادو باقي جاي في الطريق واش والله ما عرفت ضيعتك تخيلوا معايا البارح رضا له واحد الفيديو كتب لي واحد التكست كبير عريض قلت تبارك الله السيد عندي كيحب رومانسي خذ الوقت باش يكتب لي هاد الكلمات ملي جينا نشوفو لقينا كاتب نفس الحاجه هو وياسمين بجوجهم داخلين لجوجل وكاتبين حتى كنتفاجئوا بلي نفس الحاجه اللي كاتبه هي في البوست ديالها مع راجلها كاتبها هو اضطرينا ان احنا نبدلوا الميساج ولكن انا دابا عرفت جوجل اخويا حتى السبب مني شي واحد يكوبي شي حاجه مسحها اخويا جوجل باش تكوبا الواحد لا ماشي كوبي و10 وعلى الله هذا ياسمين وراه اللي شفناه ماما على الله داك الميساج على من داير وانت شنو زيتي انتيا وانا واعره دابا كون قلتي لي شنو ما فهمتش هذيك دخلتي هذيك لابليكاسيون تليفونك الى عاجبك خديه مرحبا بيدي انا اصلا ما بقاش عاجبني خاصك تبدا لي كي جاك الماكياج ياسمين هانتوما نتوما حكم هانشوف ما تشوفوش العينين شوفوا غير الماكياج اليوم من عند ليتي شي حاجه زوينه تبارك الله عليا الرضا فاميلي صباح النور عليكم كاملين شوفوا بعدا نوريكم واحد المنظر هنا عاد ندخل نوريكم الدخل شوف 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 كطلع على عمان كامله دابا جا الوقت في نوريكم الاجواء ديال هنا والدراري شوف كلشي مريح هنا نوريكم ايتا عندكم مرض بزاف لا لا بلاتي واحد صافي اسكت خلاص قول سلام قول سلام قول سلام ما قول سلام اقرب لك قول سلام يا نعم جودي وراك شو انت وياه
طاز 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 رغدك تهددني انا ما عارفانيش كثير مين مخاف لين باع نشوف راح نضلنا نمقلب بعض واحد واحد اوكي بس نشوف انا ما عنديش مستوى الليفل الليفل قاعد يطلع ممكن اسوي في اي شيء وانا اي شيء اي شيء دابا الا قلت لكم هاد الشيء دابا اللي كتشوفوا الاردن مع السته ديال العشيه في المغرب جوبونس الظلمه كطيح حتى ليك 8 هنا كطيح مع الخمسة ونص كتبدا شوف 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 المدينه كتولي كامله ضواو مع الستة ونص يعني ما كتستافدوش كاع من النهار الليل الناس اللي شافوا اللايف خويا اش كدير ستريس خويا اش كدير ستريس لازم الشغلانه لازم لازم نضرب اي باي باش نشوف واش حق المهم حتى الطريقه ديالو راه ساهله يعني كنعمروا اللعيبه اللي باغين شعركم بحالك انا باغي ندوز واحد الميساج دابا الامير وليد الاستاذ امير وليد عرفتوه بطبيعه الحال جي عندي تكتب لي عثمان بيوتي انا راه ما تنديرش البيوتي انا عا تنوصل للناس ميساج كيفاش ما يطيحش لهم شحرهم انا كنعاون الناس ديال الكراسي انت شنو نوض لا لا كنت لا ترى يا قالك راه انت باغي تنوض لي بنادم خويا خدي شي رونديفو خدي شي رونديفو اش فارق هنا علي رضا تفرجوا في رضا ما تفرجوش في رضا تفرجيش في رضا لا حتى حنا تفرجنا في رضا تفرجي في رضا صديم ياك صوتي عليه صديم تفرجي في رضا انت ما عندوش معاك رضا وين باركه حدايا هاجر من الصباح وهي كتقول رجاء رجاء قراري مدبيه دابا عزلي قراري ولا مدبيه وقراري ولا مدبيه غتعزلي واحد سكت علي داك السوشوار سكت علي داك السوشوار قراري ساهر يا مريم خوك جا حنين جا من طنجه حنين عتي غادي بيا المرجان تقدا النمر عزيز عليك النمر وحده مصوره في خلالك ديال النمر وحده مصوره فيها الطوس احنا اللي باين قتلنا قتلنا الخضره مصاحب انت صاحب انت مصاحب خاصك تسطل تاع الورد كل نهار خاصك والله تسطل ديال الورد وما يقدك وقسما بالله 160 وحده عندك في النهار ما مصاح حي حي كيكذب اقسمك بالله ها نهيله واش ما نهضرش شكون نهيله شكون نهيله بلديك شكون نهيله شوفها شري لي الصداع الكونيكسيون اللي بارتي واش دابا انا حشومه الكونيكسيون شكون هادي اورانج اختي اورانج ما اختيش اورانج ما عجبني هادشي عندك ما بقيتيش اختي او باقا حتى دابا ما جاش اختي اورانج اورانج الو حشومه تقولي لينا عندك الفيبر اوبتيك وما عندكش الفيبر اوبتيك اختي اورانج علاش تكذبي علينا علاش عندك طرف طلال علاش تكذبي علينا